عربيات نقل البضائع يا فندم، وده موضوع مهم جدا. كان عندنا 8700 عربيه، صالح منها 4500 عربيه، عاطل 4200 عربيه، تقريبا 50% عطلانين، وعربيات اساسا كمان قديمه جدا، طاقه النقل بتاعتها ضعيفه واعطالها كتير، يعني كان فيها مشاكل كتير جدا. كنا بننقل يا فندم في 2014 4 مليون طن سنويا بمعدل 1% من اجمالي حجم طاقه النقل البضائع اللي مطلوبه مننا بالسكه الحديد في 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 مصر. طيب عملنا ايه سيادتك؟ دخلنا بعد كده اتعاقدنا مع الهيئه العربيه للتصنيع، دي كانت شكل العربيات القديمه يا فندم والصواريخ القديمه. بدانا يا فندم نجيب عربيات نقل غلال متطوره جدا، بننقل منها دلوقتي وعاملين عقد مع وزاره التموين، يمكن سير وزير التموين هنا راجعني، عاملين عقد يا فندم هنا، بنحاول نحافظ على كل حبه قمح. عربيه متغطيه، القمح بينزل في النقره بتاعته عند الصومعه بشكل ميكانيكي. دي سيادتك العربيات اللي السطح بنشيل عليها سيادتك كونتينرز دلوقتي، وده اللي احنا مستهدفينه في السكه الحديد في اللي جاي، سواء في القطر العادي او في قطر الكهرباء، ان احنا ننقل بقى سيادتك الكونتينرز من المواني الى المواني، او من المواني الى المواني الجافه والمناطق الجزئيه، او الى مناطق الانتاج او للمصانع، يبقى كله بالمنظر ده. وده هنا يا فندم ولا اول مره في مصر ندخل عربيه قلاب. احنا مطلوب مننا يا فندم، عندنا تعاقدات كتير جدا مش قادرين نوفيها دلوقتي. يعني انا عندي احد مصانع السيراميك كان لسه امبارح بيكلمني بيشتكي، انا عاطله نقلتين في الاسبوع، هو عايز ياخد نقلتين في اليوم، ولكن انا عشان السكه مشغوله بقطارات الركاب ولسه الاشارات ما خلصتش، لسه ما جبتش العربيات الجديده، مش قادر اوفي له الا نقلتين في الاسبوع. العربيات يا فندم دي طبعا مصممه بشكل ان الباب ده نفسه لما بينزل بينطر الحموله بره العجل، بحيث ان ما ينزلش الحموله بتاعتها على القضبان، وبشكل امن جدا. اللي سيادتك الموضوع اللي سيادتك كنت بتتكلم فيه دلوقتي مشكورا، وهو نقل الاسماك ونقل الخضار من توشكا، سيادتك وجهت يا فندم ان احنا غير ان احنا بنرفع كفاءة طريق توشكا وان اسوان توشكا ونخليه ثلاث حارات وثلاث حارات على اعلى مستوى، دلوقتي بيتم سيادتك وجهت ان احنا ننشئ سكك حديد اسوان توشكا ابو سمبل ارقين، امتدادا بعد كده ان شاء الله في مرحله قريبه مش يعني مش لاحقه كتير الى وادي حلفة في السودان. بدانا فعلا يا فندم بشركات مصريه وطنيه ومكتب استشاري مصري، بننشئ دلوقتي في السكك الحديد اللي بتودينا من اسوان الى توشكا ثم الى ابو سمبل، وكلها يا فندم بدانا نستورد فعلا، دي استوردناها في البدايه، ثم بعد كده توقفنا وضفناهم على العقد بتاع الهيئه العربيه للتصنيع عربيه ثلاجه فندم سكك حديديه، بحيث ان انا اشيل كل المنتجات بتاعتي من توشكا سواء اسماك او خضروات او فواكه، انزلها الى القاهره والدلتا فندم في عربيات ثلاجه ولا تتلف، ونقلل نسبه الفائد فيها.